أرادت أن تحبس ألمها برفقة الدموع، لكن لم تتحمل الوجع حتى بدأت تصرخ على فقيدها الذي رحل ولم ينعم بحياته. وهنا دموع نزلت من دون شعور، وهنا لطم وسير بتوجع. أهالي شهداء الناصرية ووفد كبير ورافقهم جاءوا لساحة الاعتصام وسط الديوانية يثمنوا موقف أبناء مدينة المضيف والحسكة بمشاركتهم الكبيرة في تشييع شهدائهم. من باب رد الجميل الصراحة على قولة أهلنا، أنا أول ما طلعت للدنيا أبوي يقول أهل الديوانية الخال وابن أخته وي الناصرية، إحنا أهل الديوانية إش وقت ما ينتخونا يلقونا قدامهم نايمين يومين على جسر النجف على مود شنو على مود يشيعون شهداء الناصرية. رجعت الصراحة رجعت للبيت شفت الحجية تقول لي يما ربعك شيعة ولدنا وتبكي. نحن اليوم خرجنا من محافظة الناصرية إلى الديوانية وفد مجموعة من الطلبة إلى جامعة القادسية لكي نشكر محافظة الديوانية على تلك الوقفة المشرفة حيث وقفوا معنا بتشييع جميع شهداء محافظة ذقار. نشكر محافظة الديوانية جزيل الشكر والامتنان بوقوفهم مع شهداء محافظة الناصرية وتشييعهم. جينا نشكرهم على هاي الوقفة اللي وقفوها ويانا وشهدائنا، ونقدم لهم ما قدموه لنا، ونقول لهم إن شاء الله هاي الأزمة راح تعدي والفاسدين يروحون ويبقى العراق. أهالي الديوانية أكدوا أنهم يتقاسمون الحزن والأسى الذي حل بأهل في الناصرية، وهم في صف واحد مع أي محافظة عراقية تتعرض للعنف، مؤكدين بأنهم لن يهدأوا حتى تتحقق مطالبهم. اليوم قمنا باستقبال أهالي الناصرية في هذه المحافظة، وراح نبقى الجنود الأوفياء للعراق والعراقيين، ونبقى نطالب بتحقيق كل مطالب المتظاهرين السلميين. حقيقة احنا بعد أن أفتى السيد علي السيستاني الله يحفظه بعدم المساس وحرمة المساس بالمتظاهرين، نعتبر الآن المتظاهر هو مقدس بكل مطالبه مقدسة أيضا، ونمنع ونحرم كذلك المساس بهم بأي وسيلة كانت. راح نوقف وقفة عشيرة واحدة كل عشائر العراق اللي أنا أمثلهم الآن بصفتي رئيس مجلس عشائر العراق الموحد. طبعا اليوم جيت الناصرية للديوانية من باب رد الجميل، احنا ما بيناتنا جميل، هم كانوا ملتهين بساحات العزاء، ارتاوا مجموعة من معتصمي الديوانية وأبطال الديوانية أن يقوموا بتشييع جثامين شهداء الناصرية. العراق واحد، ناصرية ديوانية واحد، ثلاثة أيام نصبنا خيم، يمكن حضرتك صورت، ثلاثة أيام احنا نشيع الشهيد بتشييع اللي يليق به من جسر النجف، نكمل تشييع نطلع له 10 مونيكات توصل سيطرة الشافعية ويرجعون. هذا قليل قدمناه له للناصرية، الناصرية اللي تقدمها احنا ما نبخل عليهم تشييعنا. قصة رغم التأكيد فيها على وحدة الصف إلا أن سطورها تحمل الوجع والألم، ومشهد السواد ورحيل فلذات الأكباد يبدو أنه من دون نهاية. من الديوانية محمد حسن، قناة التغييرات.